السلام عليكم. مجع إيبا إيان كوبلا بينا إن حريس كود إيا مدقاربا نحريستا. إلهي با مهدله دعادا إيا نحريستا نبيجي نكوركيسا هااتو. رسول كينا نكوركيسا هااتو إيا لو سو ديري دنبالكا نحريستا إيا دادكا أودان إهل كيسا إيا أسحابتيسا أودان. مسلمين تأدون كأودان وحا أي مركالة أهلين فرصد أي كمل أسدان روحودا إيا إيمان كودا. بشا باركيسان اي رمضان مسلمين تو وحي سومان قرح صوبحضو الى قرح دعا ايغو كفوغان ايا عنيستا عبتانك ايو وحيابها كالي اي لغو فرحو لكن محي مسلمين تو سومان بشا رمضان سونك وحا اين وقت كو قادنا ان اين اغو دوانو الله سبحانه وتعالى انغو هرمرينينا عبادة ديادا ايو ان اين كردينو حسك الهي أبو هريرة الله كرى لنقضي وحالك وريي إنو نبيغو صلى الله عليه وسلم بشان بركي سنيري مركي رمضان سوغل وحال فراء البابدة جندة وحان لحراء البابدة نارتا وحان لحراء شيادينتا البخاري إيا مسلم سيدان أوكالي رمضان تو وحي علامد أتهي وقتيغ أغو هبون إي آن لحريرنا روح يدا قويسك إيا بلشد يدا أو آن حوجينو ربطان كينا مسلم أهان مهمة الروح ذا إيه رمضان رمضان كوا وقت الروحي أه أو مسلمين تا سيدا بالأستان أو أه نفور نمذا كفير سشدا إيا إدابتا رمضان تو وحي إن أغلاتا إن أي نسونك إسك إلالينو دنبيغا سيدا أو نبيغو صلى الله عليه وسلم إيدي سونك وا غاشان هدبا قفك سوماني وا إنو كفوغا دا هدالادا حنحن أو آنو كدق من دقن نمو إيا جاهل نمو هدو قف لا دغالمو اما افلغاديو وا انو لبا جير كو دها وان سومنahay سونكا كسكو وها سيدو كلي لسيا عبادوين بدن فلالكاسي وحي كو ايمان كران قاب صلاه زكدا قران اخرين صدقو اي دنبي داف وي ديستا الله انغو سمينينا فعلدا نوعان اه اي الله سبحانه وتعالى رالكي هي وحين نقنينا كو اينو اوغو دوانو ابو رهايغا وحانا نلسيا اجر بدن بشان بركيسن مهمة قويسك اي رمضان رمضان كو وحا او كو استيسن يهي وقت اي مسلمين تو اسو يمادان غارهان مرك اي قويسكو جوغان لانك كالي اوود او يهل شدا ان لا اسو كينا حلقة سحور انتدا وابريق كهر اي افركا انتدا افركا وحي نسي نيسا وقتيق آتك اللوغو باهن يهي سي آن اوغو حدنا او آن اولا حديدنا قويسس كينا لغا سو بلاوكا عاوين تا والدين تينا إني دياريان عنتا دا حلقة عنتا دا إلاقيا أخرين تا قران كا إي والالهينا كير وحاجر هولا بدن أو آن سمين كرنو سي آن أغسو دوادو قويسس كينا وحقبادية دا كالا إي واوين إي كواناكسن إسكو حدكا قويسكا وحا كميد أه إن لا ودا تكادو ودا أخرين تا كتوب تا إسلامكا إيا إن لا بوغدو مساجد دا ديگانكا إيا كاقيب غالكا مناسبة دها أفركا إي مهيمة دا بلشدة إي رمضان وحا هبال اه ان رمضان كو يهي وقت اسو كينا بلشدة مدبا مدكا كلا اي حق عالي ما داما سونكو او يهي تير كمد اه شانتا تير اي اسلامكا مهيمة دا اي لادهي سونكا بشا رمضان وحا اي ابورتا دارينكا من نمدا مسلمين تا دحدو دا ايادو آن لو ايجين دا اصل اي حالت كستا لغاسو بلابو افورين تا بلشدة واوين ميلها عنتدا لغو اي بيو اي دريقيا دا ايو اسو اماتين كا تراويح دا اي مساجد محلقة اه رمضانكو ومرك بلشوين كينو اي غالان هولو قف والبا كاقايب جلينيا سي اون اما سي كالي سيدو كالي رمضانكو سيدو كالي واحلي اينو كوادا شاقينو بوحين تطير كالي او اسلامكا كاميدا سكادا تان اي واجي نبيغا صلى الله عليه وسلم بلشدا مسلمكا اهي وحي مروال باقي ميين وحبحين تدد كتبا ليسن ما داما رمضان كو يهي وقتي اي كبوحان فرصدها او بادن اي لغو كسبان كرو نمعوين كاال سبحانه وتعالى ان بادن او انaga ميد اهي وحي دور بدان ان اينو بحنو سكادا اما صدقادا بشان باركيسن طبان كهبين اي او دن بيا بشا رمضان غارهان مسلمين بادن ايا اسوغو صوبحا سي اي اسوغو ديان ان اي اموجيان ليلة القدرية ما داما ليلة القدرية لغو تريو هبينكا اوغو فضلقة بدن سندكا واحلقة اوغو هبون اي اينو ادو عيسان لهين بلش احان اينو صدقو بدن او بحين لهين
dhammaadka ramadaan kadib dhammaan xubnaha bulshadu waxay isu soo baxaan si ay u dabaal degaan ciidulfidriga wakhti farxad leh oo hadiyad bixineed ciid dhexdhexaad ah iyo wakhti la qaadashada kuwa aan jecelnahay waxaa loo calaamadeeyey wakhti barakaysan oo milicsi iyo ajar badan ramadaanku wuxuu muhiimad weyn u leeyahay nolosha muslimiinta oo dhan innaga oo isu imaanayna oo aan kor u qaadno cibaadada alle subxaanahu wa tacaalaa dartiis ramadaanku runtii waa xilli ruuxiyada xidhiidhka qoyska iyo xidhiidhka bulshada ay nagu xoojiyaan oo ay inoo saamaxdo in aynu noqono kuwa ugu wanaagsan ee nafteena ah haddaba maxaad samaynaysaa ramadaan si aad taas u gaadho waa kuwan dariiqooyinkaa caawinaya inaad hesho waaye aragnimo bisha ramadaan oo dhammaystiran walaalaha muslimiinta ah ee ku kala nool daafaha dunida waxaan idinku hambalyaynaynaa bisha barakaysan bisha ramadaan ayaa timid waxaan u mahadcelinaynaa allaah subxaanahu wa tacaalaa oo ka dhigay bil barakaysan inuu inaga buuxiyo naxariis iyo dembi dhaaf dib u soo noolaynta nafteenna macnihii qaraabada iyo naxariista iyo dib u cusboonaysiinta qiyamkii ugu sarreeyey ee ay diintu ku baaqday alle subxaanahu wa tacaalaa waxa uu qur'aanka kariimka ah ku yidhi ramadaan waa bishii la soo dejiyey qur'aanka kariimka ah isagoo hanuun u ah dadka sidoo kalena cad calaamado hanuun iyo xukun xaqa iyo baadilka dhexdooda walaalaha muslimka ahow diinta islaamku waa diinta midnimada walaaltinimada iyo isku duubnida mid ku dayasho mudan isku xidhnaanta is-cafinta iyo isu dulqaadashada tiirarka ugu muhiimsan ee islaamku ku taagan yahay waxaa ka mid ah amniga dhulka hooyo oo xaqa loo soo noqdo ayaa ka khayr badan ku adkaysiga beenta eebe kor ahaaye wuxuu yidhi bal eega waxaad ku hesheen carabkiinna oo aad afkiinna ka sheegaysaan wax aydaan cilmi u lahayn oo aad u malaynaysaan arrin fudud eebe agtiisana ugu daran sida uu nebi maxamed sallallaahu calayhi wasalam yidhi haddii qof idinka mid ahi uu naftiisa ku kalsoon yahay jidhkiisuna caafimaad qabo oo maalintaas cuntadiisa haysto waxaad mooddaa in adduunkao dhan la keenay hantidiisa dareen amnigu waa nimcada iyo nimcada ugu weyn annagoo ka duulayna dalkan oo ah halka ay ka soo ifbaxayaan fariimaha jannada ugu dambeeya ee bishan barakaysan waxaan allaah subxaanahu wa tacaalaa ka baryaynaa habeenkan barakaysan inuu u soo celiyo amnigii bashbashkii iyo xasiloonidii caalamka islaamka si loo gaaro qiimaha ku dhisan dulqaadka isu naxariisashada iyo isjacaylka fariinta diintan ee alle soo dejiyey waa in dadka loo naxariisto habka islaamku waa habka wada hadalka iyo wada noolaanshaha ilbaxnimada aadanaha waxaan sidoo kale allaah uga baryaynaa in uu dhammaan dalalka carabta iyo islaamkaba in uu siiyo xasilooni amni iyo mid siyaasadeed mid bulsho iyo mid dhaqaale nabaddu waa inay ka hirgasho adduunka oo dhan walaalaha muslimka ahow waxaan allaah subxaanahu wa tacaalaa uga baryaynaa bishan barakaysan inuu naxariistiisa jano ka waraabiyo dadkii dhintay ka hor inta aysan soomin bishan ramadaan waxaan sidoo kale allaah subxaanahu wa tacaalaa uga baryaynaa inuu u dembi dhaafo bisha barakaysan ee ramadaan waa fursadda ugu habboon ee lagu isticmaali karo awoodda zakada waa wakhti go'an oo dib loo milicsado lagana tago dhaqamada xunxun oo lagu beddelo kuwa wanaagsan lana kordhiyo cibaadada iyo camalka suuban oo aan ku dhaqno isdebi dhammaan alle suud dartiis assalaamu calaykum naxariis iyo nabadgelyo eebe korkiisa ha yeelee.